تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تدمير داعش لمنارة الحدباء وجامع النوري بمنزلة إقرار رسمي بهزيمة التنظيم في البلاد. وقالت مصادر عراقية إن مئذنة جامع النوري الحدباء فخخت تماما عند اقتراب القوات العراقية ووصولها إلى مسافة قريبة من الجامع. حذرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة من أن 5 ملايين طفل في العراق يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة. وقالت المنظمة إن أطفال العراق خاصة أولئك الموجودون في مدينة الموصل عالقون في دوامة لا نهاية لها من العنف والفقر. قصفت قوات الأسد مناطق في بلدة إبطع وأماكن أخرى في بلدة داعل في الريف الأوسط لدرعا. جاء ذلك بالتزامن مع 6 ضربات نفذتها طائرات الأسد على مناطق في البلدتين، ما تسبب بأضرار مادية وقتل شابين 2 ووقوع عدد من الجرحى. أصيب رجل جراء انفجار لغم به في منطقة شنينة في ريف الرقة الشمالي الشرقي كان قد زرعه أفراد داعش في وقت سابق. وكان قد قتل طفلان إثر انفجار لغم بهم في منطقة شنينة في ريف الرقة الشمالي الشرقي يوم أمس. إلى ذلك أعلن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مناطق استراتيجية في الرقة والاقتراب من محاصرة أفراد داعش داخل المدينة من الجهات الأربع. سقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة جنوبي أفغانستان كانت تستهدف مصرفاً. وقالت مصادر إعلامية إن المعلومات الأولية تفيد بقتل أكثر من 20 شخصا بينما جرح أكثر من 50 شخصا آخرين، ولم تتبنى أي جهة حتى الساعة الهجوم. ألحق انفجار تلفيات بجدار مجاور لمنطقة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في إقليم أزمير غرب تركيا يوم الخميس، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وقالت مصادر تركية إن الانفجار وقع في منطقة مجاورة للمنطقة العسكرية في منطقة جولتبي في إزمير. وقالت القناة إن الشرطة أغلقت المنطقة وتحقق في سبب الانفجار. أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول زيت الزيتون البكر يقوي الذاكرة ويعزز القدرة على التعلم ويقلل من تشكيل لويحات أميلويد بيتا التي تسهم في الإصابة بمرض ألزهايمر. ووجد الباحثون الذين أجروا اختباراتهم على الفئران أن المجموعة التي تغذت على زيت الزيتون البكر سجلت أداء أفضل بكثير في الاختبارات المصممة لتقييم الذاكرة وقدرات التعلم. نهاية الموجز، في أمان الله.